طب يلا يلا بنبدأ نبدأ على الشات. يلا السؤال الأولاني الحمد لله. بيقول لك the bacterium most likely to be transmitted from mother to infant during labor and cause neonatal sepsis. الإي كولاي ولا الستافيلوكوكس أوريوس ولا الجروب بي ستريبتوكوكس ولا الجروب إي ستريبتوكوكس؟ جروب بي يا دكتور محمد هي رقم سي. طيب تمام. جروب بي ستريبتوكوكس اللي هي الجي بي اس نيونيتال انفكشن، هي اللي بتعمل نيونيتال انفكشن. وخصوصا كمان الريسك بيزيد لو هو بري تيرم ليبر. عشان كده بنقول ان لازم دلوقتي الجايد لاينز بتاعت السي دي سي اللي احنا نعمل سكريننج دبل واي ريكتال وفاجينال من الاسبوع 35 للاسبوع 37. السؤال الثاني عن الانفكشن بريفنشنست از ديفلوبينج education سيشن ريليتد للشارب اوبجكت انجري، وهي عايزه تارجت السيشن دي سبيسيفيكالي للهيلث كير بيرسونيل الموجودين في المستشفى بتاعتها. What is the best way to prepare this session؟ تجمع الداتا بقى من الاوكيبيشنال هيلث ريبورت اون ذا شارب اوبجكت انجري ان ذا فاسيلتي، gather the information on national data about sharp object injury and health care professionals، ولا hold the forums in each unit to find out what health care experience have been with sharp injury، ولا perform a literature search to research the topic of sharp object injury in the health care practitioners. هي عايزه تخلي التريننج سيشن بتاعتها مور ريليتد للفاسيلتي. انت اخترتي سي اللي هي الهولد فورمز ان اتش يونت عشان تشوف هو يعني ايه الاكسبيرينس اللي قابلها في الانجريز. اوكي. بس هو هي سي. بصي هو الصح الاربعه هيمشوا، بس هنا الحل الاكثر الاوقع هيبقى ايه؟ اللي هي تجمع الداتا الاول، تجمع الداتا الاول عن الشارب انجريز في الفاسيلتي بتاعتها. يعني مثلا هنقول ايه، انا دلوقتي عايز اعمل تريننج سيشن وعندي عندي المعدل مثلا اصابات بالوغز بالادوات الحاده وصل مثلا 36 حاله في السنه. ابدا اجمع الداتا الاول وبعد كده ابدا اعمل لها اناليسيز. يعني هي اول خطوه جمع الداتا، مش اللي انا اروح اعمل لهم فورمز عشان اشوف هما ايه اللي حصل لهم اثناء ما تشكوا. يعني دي واحده من ضمن الخطوات اللي انت هتيجي في الاناليسيز. اذا كانت الاول تجمع الحالات بتاعتك وتشوف الاول توزيع الحالات في الاقسام، طب وايه هي الموست كومن كوز، ايه هو الموست كومن جوب كاتيجوري، ايه هو الموست كومن سيتويشن، الموست كومن مثلا اكويبمنت اللي هي سببت الانجري. وبعد كده لما تخش في الموست كومن جوب كاتيجوري تبدا تقسمهم. يعني مثلا هنقول اللي انت لقيت 36 حاله من ضمنهم 14 حاله حصلوا في النيرس، يبقى هم دول الموست كومن جوب كاتيجوري، تبدا تقسمهم كودنج بقى للفتره اللي هم قعدوا فيها معاك، وتبدا من ضمن الحاجات اللي بتعمل لها اناليسيس تشوف الاكسبيرينس اللي هم يعني واجهوها وهم تشكوا. فرقم ايه هو اللي هيبقى اوقع كحل، يعني هو هيبقى احسن او الاصح. السؤال الثالث، primary function of infection prevention and control program should include all except develop recommended policy and procedure related to infection prevention and control, conduct a surveillance for the healthcare associated infection, decrease the length of stay for patients, educate the healthcare practitioner and patients in infection prevention practices. The primary function بتاعت الانفكشن كنترول بروجرام كلهم يمشوا معانا واحده، واحنا بنتكلم از ا برايمري فانكشن بالظبط. سي مش هتنفع هنا لان سي ممكن تبقى ممكن تكون سكندري فانكشن، مش البرايمري فانكشن بتاعنا اللي احنا نقلل لينس اوف ستي. السؤال بعد كده بيقول لك وات تايب اوف مننجيتس وود بي موست كونسيستنت with the following CSF report. وجاب لك CSF report لقيت فيه الجلوكوز واقع، بكريز البروتين عالي، والوايت بلاد سيل كاونت 1000. انت ما تعرفش هو الريفرنس رينج مثلا بتاعه كام، بس انت تلاقي الصوره الجلوكوز واقع والبروتين عالي، ويقول لك دي ايه، بكتيريال انفكشن ولا فايرال ولا فانجل ولا تي بي؟ طبعا بكتيريال، لان البكتيريا بتتغذى على الجلوكوز، فلما الجلوكوز يقع والبروتين يعلى تعرف ان ده بكتيريال انفكشن، يبقى دي بكتيريال مننجيتس غالبا. السؤال بعد كده، following blood culture result should be considered a potential contaminant. The positive result of coagulase، وجاب لك أربع أنواع من ال blood culture وأنت لازم تشوف إيه اللي يمشي as a potential contaminant.
positive result بcoagulase negative staphylococcus aureus وtwo set to two day apart وما كانش فيه أي symptoms. السؤال الثاني positive result أو الاختيار الثاني positive result of staphylococcus aureus from one bottle in a patient والtemperature بتاعته كان 38.6. السؤال الثالث positive result of E. coli من one bottle والpatient كان afebrile بس عنده diarrhea. الاختيار الرابع قال لك positive result of candida albicans in a fungal blood culture والpatient كان عنده unitact infection. ناخدها ازاي بقى وتختاروا ايه؟ اللي يمشي contaminant في الاربع سيناريوهات دول اللي يمشي اللي هو لا مش infection the most commonly skin contamination. اشمعنى بيه يا دكتور؟ هي الستاف اوريس ممكن تبقى موجوده colonizing the skin في حاجه بس ايوه تمشي بس البيشن في برايم يبقى في الايكولاي مش سكين فلورا والبيشن في برايم بالظبط البيشن في برايم بس عنده ايريا وهي اصلا مش سكين فلورا فما تمشيش بالظبط والدي كانديدا لا كانديدا برضه ما تمشي هي ممكن تبقى موجوده كسكين فلورا برضه بس بس البيشن عنده يونيتاكت انفكشن فممكن تبقى ممكن يبقى اصلا ممكن يكون مش برايمري بلاد سيم انفكشن ممكن تكون سكندري بلاد سيم انفكشن فهي ايه اللي تمشي اللي هو بوست ريزلت وكوجيليس نيجاتيف ستافيلوكوكس دي تمشي الكونز ده واحد من ضمن الحاجات اللي هي سكن كونتامينانت والعينه اتاخدت تو سيت وكان الفرق ما بينهم تو دايز والعينه ما عندوش اي سيمبتومز يبقى هي دي اللي تمشي سكن كونتامينيشن بس هي الكونتامينيشن هنا في المرتين اللي اتاخد فيهم هي هو خد يعني انت المفروض اللي احنا يعني من ضمن الحاجات اللي تشخص بيها بلاد ستيم انفكشن انت تاخدي عينتين الفرق ما بينهم يومين عشان يطلع لك مثلا اورجانيزم والعيان يكون عنده كمان ان اديشن ده اللي هو الناشونال هيلث كير سيفتي نتورك ديفينيشن ان اديشن بقى اللي انت لازم يكون عنده واحده من السيمبتومز بقى فيفر تشيل وات ايفر يبقى هو حقق دي ودي فهو العيان ده حقق لك الاولانيه اللي هو بالتو ست وتو داي ابارت ومطلع اورجانيزم والاورجانيزم ده احنا عارفين ان هو ممكن يكون سكن كونتامينانت وممكن يكون يعمل بلاد ستيم انفكشن بس تاني حاجه العيان ما عندوش سيمبتومز يبقى بالتالي هحكم اقول ده سكن كونتامينشن عشان كده دايما الكونزي بالذات لما بيطلع حاله واحده حتى المعامل كلها لما بيطلع حاله واحده في البلاد ستيم انفكشن وطلع كونز لازم يكتب ايه اللي حصل مش عايز يقف ليه خلاص لازم يكتب another sample is repeated او another sample is needed عشان ده most common skin contamination لو طلع بقى another sample بس العيان عنده sign و symptoms بنحسبها blood stream infection وتكون الاورجانيزم هتكون الكونز ماشي السؤال اللي بعديه which of the following organism have been associated with transmission of infection after body piercing والبادي بيرسينج ده في شابتر في الايبك بيتكلم على البادي بيرسينج اهم حاجه في الشابتر هو السؤال ده اصلا يعني اهم يعني اختصار الشابتر احنا ما اتكلمناش عليه خالص في الكورس بس هو دايما السؤال في الشابتر هو السؤال ده اللي هو ايه الموست كومن اورجانيزم اللي بتعمل انفكشن لما بيعملوا بادي بيرسينج سواء بقى في النوز ولا في التانك ولا في البيلي عندنا ثلاثه مشهورين قوي وفي واحده بنستبعدها هو هنا حطينا الثلاثه المشهورين وحطينا واحده غلط فتفتكري ايه يا دكتوره شيماء هي اتيبيكال مايكرو بكتيريوم سبيشيز ولا سيفيلوكوكس ولا سيدوموناس ولا هيموفيلس هتستبعدي واحده استني ما افتح ال استبعدتي ايه انت اخترتي ايه اوريدي يعني استبعدتي رقم 4 الهيموفيلس طيب تعالى اقول لك البادي بيرسينج الموست كومن اورجانيزم اللي هي اسوشيتد مع ترانسميشن اوف انفكشن افتر بادي بيرسينج والموست كومن اورجانيزم مثلا اللي بتعمل انفكشن مثلا بعد الاير لوب بيرسينج بس هم موست كومنلي زي ما حضرتك قلتي هيبقوا سكين فلورا فالموست كومن هتبقى ستافيلوكوكس نمبر 1 بعد كده ممكن تيجي للستريبتوكوكس تمام لكن الموضوع الاير لوب عشان في كارتلش يعني الحته بتاعت الاير كارتلش لقوا اللي هي كمان اسوشيتد مع السودومونس والاتيبيكال مايكوبكتيريا يبقى الهيموفيلس مستحيل يبقى الاستافيلوكوكس ست نمبر 1 بعد كده ممكن تيجي بعديهم السودومونس وتيجي بعد كده الاتيبيكال
مايكرو بكتيريا. من هيموفيلس مستحيل يبقى زي ما حضرتك قلت بالظبط، يبقى هنستبعد الهيموفيلس. السؤال بعد كده الدايركتور بتاع الاو ار طلب مننا ان احنا نعمل او ار سيرفيس تو بي روتينلي انفايرمنتالي كالتشرد. وايه البيست ريسبونس بتاعي از انفكشن بريفنشنست؟ اللي انا بقى اعمل جدول للروتين كالتشر ان او ار شود بي ارينجد سو ذات ايتش روم كالتشر at a set interval, routine culture of the OR should be done. In absence of any epidemiological investigation in that area, routine culturing shouldn't be done. Because it is too expensive, routine environmental culture shouldn't be considered unless epidemiological investigation is being conducted. بالضبط. السؤال سهل قوي اللي هو حله هيبقى دي. السؤال بعد كده all of the following may be indication of heating, ventilation and air conditioning malfunction اللي هو ال HVAC malfunction. تلاقي زاد عندك ال increase في ال post operative surgical site infection rate، ولا single case of aspergillosis في severely immunocompromised patient، healthcare associated varicella infection، outbreak of ventilator associated acinetobacter infection في ال intensive ICU. اللي يمشي مع مشكلة عندك في ال ventilation، ثلاثة يمشوا واحدة غلط. بالظبط الاسينيتوباكتر ما بتمشيش مع السؤال ده لان هي المود ترانسفورميشن بتاعها يبقى كونتاكت، فلما يحصل لي اوت بريك اوف فاب ويكون الاورجانيزم بتاعي اسينيتوباكتر ماليش دعوه بالفنتريشن خالص هنا. سؤال بعد كده بيشنت هو اندر وينت انتر اوكولار سيرجري ووز دايجنوزد ويز ا نون انفكشوس اندو اوبسالمايتس. والحته بتاعت النون انفكشوس اندو اوبسالمايتس ليها اسم تاني اللي هو بيسموها سترايل اندو اوبسالمايتس اللي هي بتبقى نون انفكشوس، يعني من سببها بتبقى موست كوملي رياكشن لتوكسيك سبستانس، بتبقى هايبر سنسيتيفتي ما تبقاش اورجانيزم. والانفكشن بريفنشنست انيشيتد ان انفستيجيشن تو ايدنتيفاي ذا بوسيبل كوز. وات ويتش اوف ذا فولوينج فاكتور شود بي كونسيدرد؟ امبروبر هاندلنج كليننج رينزنج اوف ذا انسترومنت، امبروبر لابلنج اوف ذا سوليوشن، جلوفز اند باودر، prophylactic antibiotic administered 2 hours before the operation. ايه؟ تعال نشوف ايه عشان انا مش فاكر السؤال. بالظبط هي ايه؟ يبقى اللي هي زي ما تقول استفان عليها اللي هي السترايل اندوسالمايتس دي المفروض اللي هي بتبقى انفلاماتوري رياكشن بيبدا يحصل في الانتراوكلر كافيتي. وبيبقى سببها في الغالب حاجه نون انفكشنز، يبقى سببها في الاخر حاجه اريتيشن حصل نتيجه تعرضها لتوكسيك ايجنت، حصل مثلا امبروبر كليننج ورينزنج وهاندلنج مع الانسترومنت، وحصل فيه ريمينانت للديس انفكتنت مثلا واستخدمت انت الانسترومنت ده حصل رياكشن. الجلافز طبعا وسبيشالي اللي هو الباودر الجلافز بيعمل الاسترايل اند اوف سولمايتس. يبقى اول حل 1 و 3 اللي هو واحده و 1 اند 3 اللي هو الحل هيبقى ايه؟ طيب اتنين يا دكتور محمد، انا برضو كنت مفكر يعني انا هو اصلا ما وضحش ايه هي السوليوشن، يعني ايه امبروبر ليبلنج اوف سوليوشن؟ طيب فاهماني هيعمل ايه؟ هو انت اكتر حاجه بالفعل لما يبقى في الانسترومنت بتاعك، وهو انت عارفه هو حكمني باختيارين يعني، فهو انت دايما بتختاري الاصح. فالبروفلاكتيك انتي بايوتيك دي مش مالهاش علاقه خالص بالسؤال اندوسالمايتس، هو اشهر حاجتين اللي لما ما بيتنظفش او بيتساب بقايا من ديس انفكتنت على الانسترومنت فيعمل رياكشن في اللينس او الباودر دي جلوفز. لكن البروبر ليبلنج اوف سوليوشن هو ما حددليش، ما هي ممكن تبقى مثلا سلايم، يعني هتعمل ايه يعني. وغالبا البروبر ليبلنج اوف سوليوشن كمان يا دكتوره، يعني احنا دايما بنقول لهم على موضوع اللي هو الاوبننج ديت والاكسبايري ديت، عشان احنا بيبقى بعد 28 يوم او بعد 7 ايام او بعد وات ايفر المانيفاكتشر ديستركشن قال، بتبقى البريزرفيتيف هو يقدر يحافظ على المنتج ده لمده معينه، بعد كده ممكن البكتيريا تتكاثر في السوليوشن ده. فالامبروبر ليبلنج اوف سوليوشن بالاوقع يعني انا رايي الشخصي اللي هي لا، هتبقى سبب في الانفكشوس اندوسالمايتس مش النون انفكشوس، لان غالبا هتبقى مشكلتها اللي انت سبتيها مده طويله فتكاثر فيها بكتيريا فانت سببتي انفكشوس اندوسالمايتس. السؤال اللي بعد كده سنسيفتي may be defined. السؤال ده سهل جدا، ايه هي معنى sensitivity؟ قدرة التحليل هو detected true positive لما تتبعوا على الناس اللي هم عندهم الديزيز، ولا detected true negative
على الناس اللي هم ما عندهمش الديزيز، ولا ديتكت ترو بوزيتيف على الناس اللي ما عندهمش الديزيز، ولا ديتكت ترو بوزيتيف على الناس اللي ما عندهمش. ده مرتين اتعادت، المفروض بقى ديتكت ترو نيجاتيف. هنا دي المفروض يعني تبقى ترو نيجاتيف عشان نلعب شويه في الاسئله. السنسيتيفيتي هو كودة التحليل الاخيره برسنتج. السي او دي، سي او دي اتعادوا، يعني المفروض دي اللي احنا نلعب فيها شويه نخليها ترو نيجاتيف مش ترو بوزيتيف تاني. هو طبعا السنسيتيفيتي هو ايه؟ هو السنسيتيفيتي هو الابيلتي بتاعت التيست اللي هو يقدر يعمل ديتكشن للترو بوزيتيف لما تيجي تعملي ابلاي للتيست ده على الناس اللي عندهم الديزيز. السبيسيفيستي العكس تماما، اللي هو قدره التحليل اللي هو يلقط الترو نيجاتيف لما تيجي تعملي التحليل ده على الناس اللي ما عندهمش الديزيز. يعني لو عندي مثلا 100 عندهم هيباتايتس سي وانا عارف ان عندهم هيباتايتس سي وبجرب تحليل جديد دلوقتي، فالتحليل الجديد عرف يلقط 90% من ال 100 دول، يعني عرف يلقط 90 من ال 100 دول، اقول السنسيتيفيتي بتاعته 90 لانه عرف يلقط من ال 100 عرف يلقط 90. السبيسيفيستي العكس، لما اجيب مثلا 100 ما عندهمش الديزيز تماما واجي اعمل لهم تحليل برضه هيباتايتس سي والاقي اللي هو من ال 100 عمل 80 واحد نيجاتيف والباقي طلعهم بوزيتيف، فولس بوزيتيف او جراي زون او وات ايفر، يبقى اقول السبيسيفيستي بتاعت التحليل ده 80%. يبقى هو ده المعنيين، يبقى السنسيتيفيتي يلقط الديزيز في الناس اللي عندهم، والسبيسيفيستي ما يعرف يلقط النيجاتيف في الناس اللي ما عندهمش. يبقى هنا الحل هيبقى ايه؟ اللي هو الابيليتي اوف تيست تو ديتكت ترو بوزيتيف اللي هم البيرسونال ويز ديزيز وين ابلايد على البوبيليشن اللي ويزاوت الديزيز. بي اللي بعديها دي هو تعريف السبيسيفيستي اللي هي بقى قدره التحليل على انه يلقط الترو نيجاتيف لما تيجي تطبقه على الناس اللي ما عندهاش الديزيز. 11 هتبقى infection preventionist is monitoring the blood work in order to differentiate between bacterial and viral infection in newly admitted ICU patient. Which of the following of component of complete blood count should be the infection or should the infection preventionist examine in order to determine the information. نعمل ايه؟ نقيس الهيماتوكريت ولا الوايت بلاد سيل كاونت ولا البليتليت ولا الار بي سيز؟ عايز افرق ما بين بكتيريال وفيرال. هو المفروض كمان يعني السؤال ده عشان يتعدل شويه يبقى بلاد سيل كاونت بالظبط يا دكتور، هيبقى بي هيبقى بلاد وايت بلاد سيل كاونت، بس عايز اقول ديفرنشال كمان عشان البكتيريال يزيد النيوتروفيل اكتر في الفيرال يزيد الليمفوسايت اكتر. A nurse manager from a rehabilitation unit is requesting the aerators to be installed in the sinks or on the sinks in the patient rooms on her unit. الاريتور الفاوست اريتور دي اللي هي البتاع اللي بنسميه ايه؟ بتاع الحنفيه ده اللي بيفكب زي الصاموله ده. بوز الحنفيه، البوز بتاع الحنفيه ده اللي هو بيتركب ويتفك ده بنسميه الفاوست اريتور. ويبقى في شبكه كده عشان يعني اي سيدمنت يعرف يلقطها. فالفاوست اريتور المفروض اللي احنا يعني هنا رايك ايه كانفكشن كنترول في الاماكن اللي هي فيها مين كومبرومايز بيشنت زي الانفكشن زي سوري الاي سي يو، ان هي انت تشيل الشود بي بليسد في كل سينكس في الاي سي يو، ولا الاريتور از مور افكتيف وين كومبايند ويز الترا فايولت ووتر ديس انفكشن ميثود، يعني ركبوا فيها بقى جهاز كده يو في ديس انفكشن، ولا الاريتور انكريز ريسك اوف اتش اي اي، ولا اللو فلو اريتور are suitable for use with this population. برضه من ضمن فوائد الاريتور باي ذا واي اللي احنا ساعات لما بنفكها السبلاش بتاع الميه بيطرطش في كل حته، يعني الميه لما بتنزل بقوه الدفاع يطرطش في اي كل حته بيعمل سبلاش في كل حته، فممكن يغرق الارض ممكن يبهدل الدنيا. فهم ساعات بيركبوا الاريتور دي كمان عشان تعمل يعني يونيفايد ستريم او يعني تعمل نون تربلنس ستريم للووتر كده في السينك. هنا ردي ايه كانفكشن كنترول عليها لو هي اتكلمت على موضوع الاريتورز دي؟ طبعا الموضوع الاريتو زي يهمني بالظبط، هو يودي عليها الاريتو بتزود الريسك اوف اتش اي اي، والاريتوز واذر تايبس اوف اكويبمنت بتهمنا قوي عشان اقدر امنع الجروس بتاع الووتر بورن باثوجين او الووتر اسوشيتد باثوجين. واشهر الحاجات اللي بتركز عليها في المستشفى اللي هي بتبقى مكان للتجمع او ريزرفوار للووتر بورن باثوجين هو مثلا الشاورز الفلاش سينكس الاريتوز
التويليت، الاي ووش ستيشن باي ذا واي اللي هو بتاعت السيفتي لما بيحصل لهم اي كيميكال سبلاش على وشهم، برضو دي من ضمن الاماكن اللي انا لازم اركز اللي هي ما يبقاش فيها ستاجننت ووتر ويتعمل لها ديسانفكشن كل فتره عشان امنع الووتر كورن باسشن. سؤال بعد كده اللي هو الهيرب سمبلكس كيراتايتس سسبكتد في وان بيشنت، والبيشنت ده كان انكولوجي بيشنت وعملت له ايروبيك اي كلتشر كانت نيجاتيف تو ذا ديت. سنجل سيروم سامبل سند فور اليزا والفولوينج تايتر ار ريبورتد. لقينا ان الهيربس سمبلكس تايب 1 ام سوري الهيربس سمبلكس بس ما حطيتش تايب 1 ولا تايب 2. كان التتر بتاعك من 1 ل 28 وسايتو ميجالو التتر بتاعك اقل من 1 ل 8 والبيشتاين بار التتر بتاعي اقل من 1 ل 8 وما ادانيش اي ريفرنس رينج هنا وقال لك الريزلتس دي تقول ايه؟ تقول اللي هو عنده اميونيتي للهيربس سمبلكس ولا كونفرميشن اوف اكيوت هيربس سمبلكس انفكشن ولا بري سميتيف ايدنتيفيكيشن اوف هيربس سمبلكس انفكشن ولا اميونيتي للسايتو ميجالو والبيشتاين بار. نبقى عارفين بس يعني المعلومه بتاعتنا اللي نبقى عارفينها للريفرنس رينج بتاع الهيب سمبلكس دايما بيبقى واحد بيبقى لو تحسبه لو بوزيتيف يبقى اكتر من 1 الى 10، لو التيتر بتاعك اكتر من 1 الى 10، اقل من 1 الى 10 بنقول نيجاتيف. اللي بشتاين بار وساعته مجاله 1 ل 8، لو اقل من 1 ل 8 نيجاتيف، اكتر من 1 ل 8 يبقى بوزيتيف. هو طلع لك كده 1 ل 28 في الهيب سمبلكس واقل من 1 ل 8 في ساعته مجاله، والدكتور قال بالظبط كده بري سميتيف ايدنتيفيكيشن اوف هيب سمبلكس انفكشن. يبقى بنقول اللي هو ده كده في سميتيف ايدنتيفيكيشن. السؤال بعد كده نيرسينج سوبرفايزر كول الانفكشن بريفنشنست و انفورم هير ان البيشنت از بريزنتد في الاي ار وعنده فيفر وراش وهاز بين دايجنوزد از ميزلز والانفكشن بريفنشنست فيرست اكشن شود بي بليس البيشنت ان ايربون بريكوشن كونتاكت وذ لوكال بابليك هيلث ديبارتمنت بليس البيشنت في الايربون مع كونتاكت ولا تشيك الاميونايزيشن ستاتس بتاعت الاي ار ستار. ايه هو اول خطوه تعملها لما تعرف ان انت عندك عيان والعيان ده سسبكتد ميزلز في الاي ار؟ ده سؤال بيلعب على فكره المود اوف ترانسميشن. حلتيها يا دكتور شيماء عشان انا بس سي برضو انت قلت سي. هو الحل هنا ايه؟ اتفضلي يا دكتور. هي هتبقى ايه؟ اه بالظبط هتبقى ايه؟ الحل هنا ايه؟ الميزلز المود اوف ترانسميشن بتاعه ستاندرد بلس ايربون، يعني هو يبقى هو بيتنقل ايربون مع الستاند، يعني تيجي تحطيه على طبق، انا اسف المود اوف ترانسميشن بتاعه ايربون، لما اجي انا احطه على عزل في المستشفى بقول عليه ستاندرد بلس ايربون، فهو بيتنقل دايركت كونتاكت مع الانفكشوس دروبلت ان اديشن مع الستاندرد بيكوشن. لو العيان جالك وهيلثي والعيان شافه هيلثي وعنده فيفر وراش وسسبكتد بيسلز تحطه على الايربون لمده 4 ايام بعد الاونست اوف راش، وبعد كده ممكن تقلب بقى تكمل الستاندرد بعد كده لما ياخد العلاج. لو العيان اميونو كومبرومايزد يقعد طول ما هو قاعد عندك في المستشفى يمشي على الايربون انفكشن. بس دكتور محمد مش كنا قلنا قبل كده اي بيشنت عنده ايربورن او دروبلت بيتحط مع كونتاكت برضو؟ لا مش اي واحد، على حسب الاورجانيزم، يعني الميسلز لو جالك كده السيناريو اللي جالك ده انت مش هتحطيه على كونتاكت خالص، انت هتحطيه على ايربورن، لان هي بتقول لك هو جاي وعنده راش وعنده فيفر ولسه في الاي ار، فانت بتحطيه على حسب الاستيتس، يعني الميسلز بالذات على حسب الاستيتس بتاعه. لو هو هيلثي هتحطيه على ايربورن لمده 4 ايام بعد الراش، وبعد كده لو كمل معاك في المستشفى، يعني لو هو اميونو كومبيننت يبقى كملي معاه ستاندرد، لو هو اميونو كومبرمايز كملي اف 4. السؤال اللي بعد كده امبلاتوري ويل بي ترانسبورتنج اكويبمنت تو ذا لوكال هوسبيتال فور استراليزيشن. احنا عندنا مثلا امبلاتوري كلينيك، هنقول بولي كلينيك تبع المستشفى، بتبعت الاكويبمنت بتاعتها تتعقم في المستشفى دي او في مكان تاني. الانفكشن بريفنشنست اللي في الكلينيك دي
asked for a policy to ensure safe handling of the equipment by the staff. The policy should include which of the following points on the instruments at the point of use. Devices are to be cleaned before biofilm can form. Keep instrumentation moist to prevent the biofilm from drying. Instruments with lumen should be flushed with a saline. Contaminated devices are to be placed on a sealed container to prevent exposure to staff and patients. هنستبعد واحد. يعني انا دلوقتي ببعت الالات بتاعي للسي اس اس دي، رقم واحد اللي انا لازم اتاكد اللي هي اتنضفت عشان امنع البيو فيلم كان فورم، دي مهمه قوي. يعني انا لازم انضفها اللي هو بنسميها البري كليننج قبل ما احركها. ولازم احاول اخليها دايما مويست عشان امنع البايو بيردن فروم دراينج، دي مهمه برضه. هتيجي الثلاثه واربعه، ثلاثه بيقول لك الانسترومنت ويز اليومن شود بي فلاشد ويز سلاين. لا دي ما انت دخلت في مرحله الكليننج بجد بقى، يعني انت دخلت في مرحله الكليننج اللي بتعمل في الديكونتاميشن روم بتاع السي اس اس دي اللي هو مرحله الكليننج والفلاشنج. لا البري كليننج انت مجرد بس تعمل وايب كده للاورجانيك ماتر اللي على السطح عشان تقلله عشان تمنع البايو فيلم اللي هو يتكون، بس كده. لكن لا تخشش في الهيومنز ولا تعمل الحاجات دي، الحاجات دي بتتعمل في السي اس اس دي. تخليها ساعات بنقول احنا ننقلها في 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 مثلا في كونتينر، الكونتينر ده بيبقى فيه انزيماتيك ديترجنت غالبا عشان احافظ على الانسترومنت تبقى مويست عشان اخليها امنع البايوفيلم اللي هو ينشف. لكن موضوع ان انت تخش وتنظف وتعمل فلاش لليومنز الحاجات دي لا مستحيل تعملها في الفاسيلتي بتاعتك، تعملها في السي اس اس تي. الكونتامينيتد ديفايسز ار تو بي بليس في سيلد كونتينر عشان تمنع طبعا الاكسبوجر، ده مهم جدا. يبقى الحل هنا بتاعي يبقى 1 و2 و4، هيبقى الحل هنا بتاعنا سي. سؤال بعد كده، a patient admitted with a skin infection بعد ما swimming في الاوشن. Which of the following organism is most likely cause الانفكشن دي؟ الميكروبكتيريوم مارينم ولا الافيوم ولا لابري ولا تي بي اللي هي تيبكلوزس؟ اي ميكروبكتيريوم بتمشي جدا مع السويمنج في السويمنج بول ولا في البحر وفي الاوشن؟ اي واحده؟ بالظبط يا دكتور شامي، ايه المارينم. المارينم هي اللي تعمل كوتينيوس ليجن افتر اكسبوجر بعد السويمنج بقى في الحمامات السباحه في البلاش تانكس في الاوشنز. والمايكرو اورجانيزم ده بيعرف يخش الجسم عن طريق اي ابريشن عندك او اي نون انتيتي سكين عندك، يبدا يخش والليجن بيبدا عباره عن تبيول كده، بعد كده يبدا يحصل له ألسريشن. و بصراحه صعب شويه اللي هو يتعمل له ايزوليشن، يعني بنعتمد في التشخيص على الكلينيكال هيستوري. في يعني محتاج سبيشال فاسيلتي عشان تقدر تعمل ايزوليشن للاورجانيزم اللي هو المايكروبكتيريوم ماينر. What is the probability of committing type 1 error if the p value is 0.1؟ 1 ل 10، 1 ل 100، 1 ل 5، 1 ل 20. تعالى ده سؤال الاستاتستكس ما جاوبناهاش مع بعض، بس اشوف حلك يا دكتور شيماء. حلتيها؟ لا هو الستاتستيك عندي ضايعه. عندنا كلنا. طيب هو اي بصي، هو الستاتستكس في الامتحان برضه بيلعب في مناطق معينه، يعني ما فيهاش اختلافات. هنيجي على موضوع تايب 1 ايرور وتايب 2 ايرور، تعالوا نتكلم على موضوع تايب 1 ايرور. التايب 1 ايرور ده هو فكرته اللي انت بتعمله لما بتيجي نعمل ريسيرش، وانا مثلا بفترض افتراض مبدئي وابدا اشتغل على الريسيرش بتاعي اللي انا عايز اثبت الافتراض المبدئي ده صح ولا غلط. فبيبقى عندنا حاجه اسمها نال هايبوثيسيس اللي هو دايما بنرمز له ب اتش 0، نال هايبوثيسيس الافتراض الاساسي او المبدئي. وبعد كده لما تيجي تبدا تشتغل، لو نتائجك او الريزلت بتاعتك دي عملت ريجكت للنال هايبوثيسيس، يبقى انت كده ارتكبت حاجه اسمها تايب 1 ايرور. ودي بنسميها بمعنى تاني ساعات بنقول عليها فولس بوزيتيف ريزلت. يعني انا مثلا افترضت اني لما ان مثلا ان الكورونا بتتنقل الى كورونا بس، فجاه اشتغلت ريسيرش لقيت لا شغلي نتائجه الريزلت بتاعت الشغل بتاعتي ما مشيتش مع الافتراض الاولاني، فبقول انا ارتكبت تايب 1 ايرور اللي هو بنسميه فولس بوزيتيف ريزلت.
وده بنقول ساعتها ان النتيجه بتاعتي فولس بوزيتيف، وده معناها ان الريسيرش هايبوثيسيس ترو لما يكون الفاكت از نوت. يعني انت هنا بتقول التايب 1 ايرور ده معناها ان نتائجك شغلك ده صح بافتراض ان المبدا اللي انت حطيته في الاول ده غلط. لكن لو المبدا ده صح ومجمعين عليه اللي هو صح يبقى انت شغلك غلط. البي فاليو بقى بنسميها probability value. ودي دايما بنلاقيها في ريسيرشز الارقام بتاعتها. ودي بتقول حسبه الريجكشن اوف ذا نال هايبوثيسيس قد ايه. لما يكون شغلك صح، يعني هو يعني بنقول ايه احتماليه رفض النال هايبوثيسيس هيبقى قد ايه؟ هيبقى 0.1. يعني ايه معناها ايه 0.1؟ يبقى الفاليو اللي هي جابها لي دي اللي هي 0.1 معناها الواحد من كل 10 في احتماليه اللي انا ارفض، يعني من واحد من كل 10 ريزلت بتاعتي واحد من كل 10 حالات ممكن يترفض فيها النال هايبوثيسيس. دي بنسميها البروبابيلتي فاليو. ودي مقبوله اللي هي 0.01؟ لا مش مقبوله. اللي مقبوله دايما في الريسيرشز 0.05. هي دي المقبوله في الريسيرشز. فدي نقول واحد لكل 10 هيرفضوا لك النال هايبوثيسيس اللي هو اساس الريسيرشز بتاعتك. يبقى بالتالي انت ارتكبت تايب 1 ايرور والنتيجه دي مش هتبقى مقبوله، وهتبقى الفاليديتي بتاعت الريسيرش بتاعتك دي هتبقى مشكوك فيها. نطلع بقى بايه بكده؟ نطلع الموضوع البي فاليو دي يعني ايه؟ لما يجي يقول لك مثلا بي فاليو 0.2 معناها ايه؟ 2 من 10. يبقى 2 على 10 يعني بنتكلم في 20%، يبقى من 1 20%، يبقى 2 من كل 10 يعملوا كذا. 0.1 1 لكل 10 يعملوا كذا. هي بس حسب نسبه مئويه بس عشان فهمنا فكره البي فاليو. عشان نشوفها تاني بقى خالص في الاستاتستكس، في الاستاتستكس الا في النقطه دي بس، الموضوع البي فاليو. نحسبها ازاي؟ ما نحسبهاش ازاي دي مش مهم خالص، ولا حتى قالوها في الايبك. Which of the following is example of the principles of emergency management called mitigation. وهنا بقى دي برضه موضوع بنتكلم فيه على الكونتنجنسي بلان. هنا في مرحله اسمها الميتيجيشن. وادالك سيناريوهات. تعالوا قبل ما نتكلم على السيناريوهات تعالي اقول لك على ايه بقى موضوع اللي هو الكونتنجنسي بلان. اي كونتنجنسي بلان في الدنيا ومطلوب دلوقتي من المستشفيات اللي هي بتبقى بتجري على الاعتماد اللي هو الدولي اللي هو الجي سي اي الامريكي، اللي هي تعمل حاجه اسمها emergency management بلان او preparedness بلان او ساعات بيسموها contingency بلان. اي emergency management بلان سواء كانت infection control او كانت اي other specialty تعتمد على 4 principles. اول principle هو الميتيجيشن وال preparedness بعد كده، يعني او 4 phases نقول عليها احسن 4 phases. الفيز نمبر 1 بنسميها الميتيجيشن، التعديل او التصحيح. الفيز نمبر 2 اللي بنسميها preparedness، الاستعداد. الفيز نمبر 3 بنسميها الريسبونس اللي هو رد الفعل. والفيز نمبر 4 بنسميها الريكفري وهو الاستشفاء. يبقى الميتيجيشن انت عندك وضع مش سليم وبتحاول تعدله قبل ما تبدا تشتغل على البلان بتاعك. وبعدين البريبيردنس استعداداتك بقى لتبدا تستعد وتدرب الناس مش عارف ايه عشان الخطر القادم. الريسبونس حصل الموقف وبتعمل الريسبونس والميتيجيشن والريكفري، انت خلاص حصل اللي حصل وبعد كده تبدا تتعلم من الحدث. فتعالى ناخدها واحده واحده. الميتيجيشن، الميتيجيشن اتفقنا اللي هو تعديل وضع كان بالصح الاول قبل، يعني اول خطوه خالص بعملها. فهي بتعتبر هي كل الاكشن اللي انت بتعمله عشان تقلل البوتنشال امباكت للسيتويشن اللي هيحصل لك اللي هو انت بتستعد له، وليكن مثلا فايروس اكس زي ما هي دلوقتي موضه دلوقتي اللي هو كله بيعمل حاجه اسمها فايروس اكس. توقعات ان في فايروس جديد هيطلع هيموت ملايين وهينتقل بسرعه كبيره عن طريق اير بورن، طب هنعمل ايه؟ هنبدا نستعد ازاي؟ فابدا اعمل اول خطوه الميتيجيشن. والميتيجيشن دي كل الخطوات بتعملها عشان تعدل الاوضاع، ايه تقلل الامباكت بتاع الحدث ده وتعدل اللي هو البرايفت ستيتس بتاع المستشفى بتاعك او بتاعت الريجن هيد سكيب بتاعك. ممكن تشمل بقى اي انترفينشن انت ممكن تعمله عشان تقلل وتعمل ريدكشن للبروبيديتي وايفن المورتاليتي وتقلل كمان الايكونوميك امباكت
والسوشيال امباكت اللي هيحصل اللي ممكن ياثر على المجتمع.